فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من مر بالميقات وهو ليس بمريد للعمرة فهل يجب عليه الإحرام؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد، أما اللي ما يريد يتعدى ولا عليه. نعم.